أو نمر إلى خبر مغاير، حيث تأهل كذلك اتحاد العاصمة إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه إيابا أمام مضيفه غورما يالكيني بنتيجة 2-0. ورغم المشاكل الإدارية التي يعيشها بيت النادي العاصمي، إلا أنه تمكن من تجاوز عقبة الدور 32 بثنائية المهاجم أيمن محيوس. يعني سي فري اون افي الماكس يعني لو بليز امبورطون ابليدا 4-1 مي اوجوردي اون ا ماركي 2 بيت سورتو يعني لا ساتيسفاكسيون نيميرو 1 سي كون با انكيسي 2 بيت سي يعني في بليدا انكيسي بيت هنا اون با انكيسي بليز امبورطون هادي ماتنون اوني دون لي جروب Il ne faut pas penser maintenant au championnat. On oublie cette compétition. On est au championnat à Dzéa, Inch'Allah. Avec trois matchs rotants, on attend toujours la programmation. Les trois matchs.